هاي، مرحبا، اهلا وسهلا. كيفكم؟ شلونكم؟ شلون اخباركم؟ اتمنى يا رب جميعا انكم تكونوا بألف خير. معكم هدى من قناة هدى نور. حبيت اعمل هذا الفيديو للاجابة على بعض الاسئلة المتعلقة بالحلقة 20 من مسلسل الطائر المبكر. كتير سألتوني عن الحلقة لكن وجاوبت بالتعليقات، يعني في مين جاوبت عليهم وفي مين ما شفت تعليقاتهم لانه التعليقات كتيرة. لازم تعرفوا انه الحلقة 20 غالبا هي مو متوفرة باليوتيوب، لأنه الشركة المنتجة للمسلسل شددت بحقوق الملكية لمسلسلها، وصار صعب كتير إنه تحط مسلسل مو إلك. وطبعا لأنه الجمهور العربي كتير كبير، فهو جمهور مستهدف من الشركة، وهي بتعرف إنه راح تكون عائداتها كتير كبيرة منه إذا ما شاهدوا الحلقات يعني منسوخة ومترجمة. يعني من الأفضل، هي تفضل أنه لما يكثر الطلب على المسلسل راح الشركات العربية أو المنتجين العرب أو هيك، المهم الدبلجة، راح يشتروا المسلسل ويعرضوه بالقنوات وبتكون أرباحها أكثر هيك. يعني الحلقة 20 كانت الأسبوع الماضي بموقع قصة عشق. أنا تابعتها بموقع قصة عشق قبل ما لقيتها باليوتيوب. لقيت باليوتيوب فيديو أو اثنين والحلقات ما كانوا كتير واضحين، والشاشة كانت هيك مشقلبة، مو ما في جودة. المهم أنا عن نفسي المسلسل تابعته بموقع قصة عشق الحلقة، وكمان بموقعهم بقناتهم يعني بالتركية، لأنه شوي بفهم التركي. بس يعني دائما أنا هيك بعمل، المقاطع يلي ما فهمتها بروح بشوفها مترجمة، وكمان في مقاطع مترجمة على الانستغرام، فيكم تروحوا تشوفوا بانستغرامي. رجعت اسمه هدى نور، راح اخلي لكم اسم الانستغرام تبعي، راح تشوفوا مشاهد من الحلقة او على موقع قصة عشق. ولكن على ما اظن انه موقع قصة عشق انحذفت منها الحلقة 20، طبعا لانه الشركة المنتجة كتير صارت متشددة بهيدا الموضوع. فالمهم انا عملت هذا الفيديو بس للتوضيح، لانه كتير كتير سألوا عن الحلقة وما قدرت ارد على الكل بالتعليقات، فحبيت اني اعمل هذا الفيديو. ويمكن نفس الشيء بالنسبة للحلقة 21، انا كمان عم شاهدها على موقع قصة عشق ويمكن تنحذف، يعني ما الموقع ما صار يسيطر، يعني عم يفرضوا عقوبات، وانا هيك عم فكر. يعني الحلقات صار صعب كتير انكم تلاقوها مترجمة، وهذا كل شيء. اتمنى ان شاء الله انه يكون الفيديو كان خفيف ظريف عليكم. اتمنى انكم تتابعوني بالقناة الثانية وعلى الانستغرام، لانه في اشياء يمكن ما بقدر احطها بهاي القناة، فبتلاقوها بالقناة الثانية هدى نور 2، كمان راح اخلي لكم اسمها تحت بالتعليقات. وان شاء الله راح كل مرة هيك اعمل فيديوهات منوعة هيك، يعني بحكي عن يمكن عن المسلسل او حتى عن شغلات، عم فكر اعمل شغلات تانية بقناتي. ان شاء الله اتمنى منكم، ان شاء الله اتمنى انه تنال اعجابكم وانه الفكرة كمان تنال اعجابكم. ما بقى لي غير اني اتشكركم. اعتنوا بحالكم واهتموا بنفسكم، والى اللقاء لفيديو تاني ان شاء الله. باي.